نرمين هنبتدي معاكي فقرة ما وراء الستات، 20 سؤال وهتوعدينا هتجاوبي علينا بصراحة. جاهزة؟ جاهزة. أول سؤال، بتحبي أكتر ولا بتتحبي أكتر؟ هظبط السؤال شوي. ممكن يعني أقدر أقول في حب متبادل جدا بيني وبين أهلي الحمد لله، وممكن بين ناس بسيطة من أصحابي مش ناس كتير. لو هنتكلم عن العنصر أو الجنس الآخر بمعنى أصح، هقول ممكن أكون بتحب أكتر. أكيد. مواصفات الراجل اللي تحبي ترتبطي بيه إيه؟ رجل بمعنى الكلمة، يعني يكون محترم، ابن أصول، بيمتهن مهنة مشرفة، يكون هو رجل مشرف، يكون رجل عاقل هادي، ويحبني بجد عشان أقدر أبقى حباه ويبقى هو بالنسبة لي كل حاجة. لو حبيتي راجل وطلع بخيل هتعملي إيه؟ لا no way، لان البخيل هيبقى بخيل في كل حاجه، هيبقى بخيل في مشاعره، بخيل في كل شيء، بس مش لازم يكون راجل يعني غني غنى فاحش، لان احنا ما حدش فينا بياخد معانا الفلوس، ما حدش بياخد معاه حاجه وهو رايح اساسا، فمش هيفرق معايا ان هو يكون راجل غني جدا او يكون متوسط، بالعكس انا احب الاعتدال في كل شيء، ما فيش داعي يعني، مش لازم قوي يكون مليونير يعني، لكن بخيل دي من رابع المستحيلات. والدتك ربتك على ايه؟ ايه اكتر حاجه بتفتكريها ليها؟ حاجات كتير. ازاي؟ واهمها ان انا ازاي اعرف احافظ على نفسي. ساعات ممكن ما فيش انسان فينا مش معصوم من الخطا، وده يمكن بيبقى بسبب هقولها بالبلدي ودودة الاصحاب، وهم ناس ما يكونوش حابينك قوي فيقعدوا يلعبوا في الدماغ زياده عن اللزوم، مع ان انا مش ودانيه قوي كده، اكيد كل واحده بيبقى ليها شخصيتها وانا ليا شخصيتي، بس لينا اخطائنا، لكن الى حد كبير انا نجحت ان انا اقدر احافظ على نفسي كبني ادمه وكانسانه. صحابك اذوكي قبل كده؟ اتخنتي منهم؟ اتوجعتي منهم؟ حصل يمكن بالظبط من 3 في حياتي، وتخيلي لو قلت لك ان ده حصل على كبر يعني مش من زمان قوي، وحصل فعلا، وكانت اذيه مش لطيفه، بس مش فارق معايا يعني، هما بيأذوا نفسهم قبل ما بيأذوا اي حد. كنتوا صحاب بقالكم قد ايه؟ في ناس ممكن تكون اصحاب بقالهم مثلا سنين، يعني ممكن بتاع 5 6 سنين 7 سنين، في حد ان باسون كده او مرور الكرام يعني، حد كده مش كتير خالص، لكن في الاخر هي اذيه، والاذيه في كل الاحوال بتوجع. بعد فراق والدتك مين بقى اقرب حد ليكي دلوقتي؟ عيلتي، هم كانوا وما زالوا، وهم اكتر من الاصحاب. مين يعني الشخص اللي انت لا كلهم، مش قادرة أقول حد معين، بس أقدر أقول الناس اللي موجودين في مصر، لأن في جزء فيهم برا مصر، لكن هم كلهم مش قادرة أقول حد معين، كلهم الحقيقة كلهم حواليا. لما والدتك فرقتك إيه آخر حاجة قالتها لك؟ قالت لي تعبتك معايا قوي، كان دايما الكلمة اللي على لسانها أو على طول تقولها لي حبيبة قلبي أنا تعبتك معايا قوي، فقولها اللي انت بتقوليه ده يا مامي مش عارفه ايه وكلام من ده، يعني وكنت اتمنى انها كانت تبقى موجوده، وافضل فعلا يعني تعبانه علشانها، لان اكيد مش هقدر انكر واقول ان انا ما تعبتش، هبقول كلام مش مظبوط، لان المرض قد ما المريض بيبقى تعبان جدا فاللي حواليه، او لان انا ابنه وحيده فبالتاكيد برضو اكيد كنت بعاني، وربنا يرحمها. لو سمعينا تحبي تقولي لها ايه؟ اقول لها وحشتيني، وانتي في مكان احسن، ومش هنغلى ابدا على اللي خلقنا، وهيجي اليوم ان شاء الله اكيد يعني هشوفها فيه الاعمار بيد الله، فهشوفها وهاخدها بحضن يعني هحضنها جامد قوي 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 قوي. ممكن توافقي تبقي زوجة تانية؟ No way، ده من رابع المستحيلات، لان اللي أنا مش هقبله على نفسي مش هقبله على غيري. الست ممكن تكون موجوعة قوي أو أأذي بيت أو كلام من ده، لأن يمكن أقول أنا شفت ده كتير قوي، شفت ناس بتتقدم لي وكل واحد مثلا ممكن يقول لي أصل أنا مش مبسوط أو أنا في كذا أو في كذا، فلا أنا ما أقدرش أعمل كده. ممكن تتجوزي حد الفرق ما بينك وما بين سنه كبير يبقى أكبر منك بكتير؟
ما افضلش برضو، افضل ان يكون السن متقارب عشان نقدر نفهم بعض اكتر. طبعا الله اعلم، لكن انا ما افضلش، احب ان احنا نكون متقاربين في السن اكتر. ايه الحاجه اللي ممكن تخلي دموعك تنزل بسهوله؟ لما بتفرج على فيلم رومانسي من كتر فرحتي ممكن ادمع. طبعا لما بفقد حد عزيز على قلبي قوي بعيط جامد. لو راجل خانك هتعملي ايه؟ لو حبيتيه وخانك هتعملي ايه؟ رد فعلك هقول له ميرسي اورفوار، يعني بس كده باي باي. اصل هعمل له ايه يعني؟ خلاص هو خان وهو عمل. الخناق مش هيجيب نتيجه. لو هو ده طبعه يبقى خلاص، يبقى انا اكيد هتألم، اكيد هتضايق ان هو عمل حاجه زي كده. لو العيب فيا انا او الغلطه كانت غلطتي انا، فاكيد هو ده اللي ممكن اتضايق جدا من نفسي انا والوم نفسي. لكن الراجل هو خاني، هقول له خلاص طب اعمل له ايه؟ اكتر اشاعه طلعت عليكي وضايقتك؟ جوزوني من أمة لا إله إلا الله. مين أكتر حد لما طلعت الإشاعة عليه اتضايقتي جدا؟ لا أنا ما اتضايقتش، عشان أنا لما بتطلع إشاعة أكيد هتطلع إشاعة من حد قريب مني أو حد أكون أنا بعزه بجد. لكن أنا لو اتجوزت، ما أنا هعلن في كل حتة، إيه اللي يخليني إن أنا أخبي إلا يعني؟ يعني ليه يعني هعمل كده ليه؟ ما هي دي حاجة هتقللني أنا شخصيا. لكن أنت ممكن تكوني بتعزي حد وقريب منك، فبتطلع الإشاعة مش لاقيين حاجة يقولوها، فلو عمال يتكلموا. بس بالعكس هي مش مضايقاني خالص، لأن الأشخاص أو أصلهم ناس كتير، مش جوزوني نفر واحد حد معين يعني. كلهم ناس عزاز على قلبي وبحترمهم وبحبهم جدا وبكن لهم كل تقدير واحترام، ف عادي يعني. الفنان فاروق الفيشاوي كان من إحدى الأشخاص اللي الناس قالوا إن أنتوا ارتبطتوا واتجوزتوا. لما تعب كنت قريبة منه؟ بتكلميه بتسألي عنه؟ فاروق الفيشاوي بني آدم، بني آدم حبوب ولطيف وجدع وراجل، وهو بس عنده مشكلة حكاية التليفونات ما بيردش عليها. لكن بالتأكيد أنا زورته وبتمنى له الشفة طبعا. ولما شفته وزورته أنا عايزة أطمن كل الجمهور، لقيته راجل قوي جدا، معتبرها كأنها إنفلونزا عنده. بياخد الموضوع بطريقة لطيفة وبطريقة متحضرة. إن إحنا مش نقول أنا عيان أنا تعبان، ده ممكن يتعب أكتر. لا هو شجاع وقوي بسم الله ما شاء الله، وإن شاء الله ربنا يشفيه. إيه أحلى حاجة في حياتك؟ أحلى حاجة في حياتي، أنا بني آدمة بحب كل الحاجات الحلوة اللي حواليا، يعني أنا بحب الحيوانات جدا. في ناس ممكن تضحك عليا. أنت عندك كام كلب في البيت؟ عندي أربعة. عندي أربع كلاب بحبهم جدا. بحب كل حاجة حلوة حواليا، بحب الخضرة، بحب البيت، بحب أصحابي، بحب عيلتي. بحب جو الشغل، لما ببقى رايحة تصوير وتبقي داخلة جو شغل كده كله مرح وابتسامة حلوة، بيمر الوقت حلو. انا انسانه بحب الحاجات الطبيعيه والحاجات الحلوه، ما بحبش الحاجات اللي فيها اللي بتنفرني كده واحس ان انا مش مبسوطه منها بتضايق. لكن كل حاجه حلوه انا بحبها. اخر سؤال، بتتمني ايه في 2019؟ دودي ده سؤال طبعا عايز له حاجات كتير عشان اطبقه. لا طبعا انا اهم حاجه عندي ان كل سنه بتعدي عليا ان في ستر، في صحة، ودي أهم حاجة، أهم من الجواز وأهم من أهم من أي حاجة في الدنيا. الستر، الصحة، رضا أهلي عني، رضا الجمهور عني إلى حد كبير. إن يا رب 2019 أبتدي أوصل في شغلي أكون أحسن وأحسن، ألاقي اللي أنا عايزاه، يعني ألاقي اللي أنا عايزة نفسي أعمله في شغلي. ايه تاني ايه تاني؟ ان ربنا يخليلي كل حاجة حلوة بتحط ابتسامة على وشي في الاخر، بدل ما الواحد يبقى عايش حزين، فيمكن انا بعيش في فرحة بوجود الناس اللي حواليا اللي انا بحبهم بجد. فربنا يديمها علينا نعمة وصحة، وان ناس كتير بتدعيلي ودي انا بحبها جدا، وان ربنا يعني بيقف معايا
وان امي كانت فعلا بتدعي لي، وربنا ما يفرح فيا اي حد ابدا ان شاء الله. امين يا رب. امين. نورتينا. الحلقه خلصت وانا كنت مبسوطه قوي قوي وانت معايا، ويا رب يكون دمنا كان خفيف عليكي. هقول لك حاجه بجد، انا النهارده وانا معاكوا حاسه انت ايه لطيفه، اخدتيني معاكي وحبوبه وتخشي القلب ومش مصطنعه بجد. نورتيني. وانا كمان اتبسطت بيكي جدا جدا النهارده، وسعدت بيكم كلكم، وجود لك ان شاء الله في 2019، وهابي نيو يير. باي باي. تصبحوا على الف خير.